السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشني. انا النهاردة هعمل رز بعدس المكرونة شعرة. ولع بسم الله كده، ولع البوتاجاز كده ونحط الحل. معايا الزيت اهو، هحطه بسم الله كده. حط المكرونة الشعر بسم الله. اقوم انا غسل العدس والرز ده وحطه على بعضه، هحطه كده هحط الرز على العدس كده بسم الله. انا حاطه كده بعيار الرز ميه كده اهو، بعيار الرز والعدس ميه، انا بحبه سايب كده اهو، بس اسيبه بقى يستوي بعضه. اسيبه يستوي حبايبي وارجع له. هحط انا مكعب ماجي كده، مرقايه، مرقه دجاج، تستوي بقى. وادي الملح اهو بتاعه، كده ايه تستوي بقى ده. رجعتوا حبيبي، انا معايا طبعا بتنجان بيبقى حلو مع الرز طبعا والعدس. حطيت المقلايه ولعت عليها، ودي الزيت اهو بسم الله. بس ادح الزيت واحط الزيت بتاعنا ادح اهو بسم الله. البتنجان بتاعنا احمر اهو، بالصلاة على النبي، بسم الله ما شاء الله، جميل جدا جدا جدا. هطلعه وارجع لكم. دلوقتي يا حبايبي انا بعمل خلطه، حطيت ملح، وادي ثوم، وادي خل، وادي كمون، وادي شطه، وادي شطه، شطة حامية قوي ما رضيتش اكتر، معلش. وادي شويه كركم، والكركم اللي فايده برضو يا جماعه، ادي شويه كركم. دلوقتي انا اقلب الخلطه دي في بعض كده، بسمي بالله بسمي بالله كده كده كده، ونقوم حاطينها ايه على ايه، على البتنجان، ورش كده حبة حبة. وع الفلفل شوية كمان، هو الفلفل يعني ملوش نفس.
اللي تفتح النفس، تفليته بس حلوه. بسم الله ما شاء الله. رجع الغداء بتاعنا خلص يا حبايبي، شايفين ادي فلفل وبتنجان بالثوم والخل والتوابل اللي حطيتها قدامكم، وادي بيض مسلوق، وادي فلفل، وادي الرز وعدس بتاعنا، جميل جدا 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 جدا. ده غدا النهارده، تفليته بس حلوه قوي. بسم الله ما شاء الله حلوه. انا بشكر اي حد بيتفرج على الفيديو بتاعي، شكرا جدا 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 جدا، من بعد ربنا طبعا. ومعلش انا كنت تعبانه شويه، اتاخرت عليكم، معلش. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش اللايك، ها اللايك اللايك، وتشتركولي معلش، عبايه تنسوش الاشتراك، ها والبصمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.